وفرحتهم بعد المباراة؟ ألف مبروك لينا كلنا، ويعني الواحد فرحان الحمد لله يا رب. اللعيبة رجالة بصراحة، كان في إجهاد كبير قوي إن إحنا بقالنا فترة في معسكر كبير، بس الحمد لله قدرنا إن إحنا ناخد البطولة الحمد لله. ألف مبروك. الحمد لله، مش عايزين نتحسد، الحمد لله خير. شايف جمهور الأهلي النهاردة؟ لا حاجة جميلة والله. بص يعني الناس حتى لحد دلوقتي ما مش راضية تمشي من الاستاد، والله هما دايما اللي في ظهرنا يعني الحمد لله طبعا كل شيء.